والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وكان فضل الله علينا عظيما. حفظ الله المدرسة وحمى طلابها وأهليهم وأعز مكانتها ووفق خطانا جميعا. السيد منذر يونس رئيس المجلس المحلي، السادة أعضاء موظفو المجلس المحلي، السادة مدراء المدارس، قادة الجهاز التربوي، زملائي وزميلاتي أعضاء الهيئة التدريسية، الأخوة والأخوات موظفو المدرسة، السادة رئيس وأعضاء لجنة أولياء الأمور، السيد فراس مصاروي مدير فرع بنك عمال عرارة، الآباء والأمهات والضيوف الكرام المحتفى بهم أبنائي وبنات الخريجين والخريجات. الحفل الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أسعفتني الأبجدية لأهني وأبارك مدادا احتفالنا بتخريج الفوج 39 ليكملوا مسيرة أسرتنا الكبيرة من خريج المدرسة منذ تأسيسها وعبر 41 عاما ليصل عددهم إلى 7165 خريجا. المحتفى بهم اليوم 271 خريجا. أصادق على أنهم أنهوا ويستحقون شهادة إنهاء الصف 12.